وبعدين معاك بقى مخلص بقى امسك نفسك شويه. الله، وبعدين مش معقول كده. وبعدين ربنا ان شاء الله هيعوضك بالخلف الصالح. يا عم سالم، حلمي اللي انا بتمناه طول عمري كل ما يقرب مني كده يبعد ويختفي. طب اشرب اشرب عشان تنزل، اشرب عشان تنزل. انسى يا عم، ده كان اتكون في بطن امي. ده انا كنت بدات اتخيل ملامحه وشكله، كان نفسي احضنه كده واشيله واعملها عليا زي ما كل العيال بتعملها على امهاتها. فين بشرب عشان انسى؟ تصدق بقى اللي انا حاسس ان الشرب ده والرقاصه دي والربي الفلوس ده هو السبب، وان ربنا بيعاقبنا عشان انا بعمل كده وحاربني من ان انا باب. يا راجل مش معقول ما تقولش كده، ده كلها حكمه ربنا. الله، انت تعترض بقى على حكمه ربنا يا مخلص؟ وبعدين انت راجل مؤمن. والله مؤمن يا عم، والله العظيم مؤمن، وعارف ان ده نصيبي ومفيش حل ومفيش امل. مين اللي قال لك مفيش حل؟ ده ربنا كبير يا مخلص. ده بيقول لك كمان اتجوز بدل الواحدة اتنين وتلاتة وأربعة. قصدك إيه يعني؟ قصدي تتجوز وتجيب عيال. يا جدع أنت بقول لك ربنا بيعاقبني عشان أنا بخطأ وبسكر. عايز أنا أعاقب مراتي؟ أعاقب صبر اللي أنا بحبها؟ أنت إيه ما بتحسش؟ أنا نفسي في عيل، مش نفسي أكسر مراتي. وأخرب بيت العيال، يعني هم عملوا إيه العيال يا عم مخلص؟ ما أنا عندي العيال، عملوا إيه؟ هم سابوني وطفشوا وراحوا عايشين مع نسوان أوروبا البيض. ان ما في حد فيهم حط في عينه حصوه ملح، ولا اجيب ابويا متعه شهر ولا اتنين. عيال جحده. وتقفل لنا يا عم انت كمان بقى الاغنيه النكد دي. لا لا لا، وحتى ابوه ده اغنيه حلوه وجايه على الجرح. من تاني يا عبد. اقول الله من تاني يا عبد وعدنا ولا انت وغادي يا تاني. من ابتسامة فرحة عينيا